مشاهدي قناة أنفاس برايس، أهلا ومرحبا بكم بث البث مباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط زنقة نسر شارع عبد المؤمن. هنا في القاعة الحارس السيارات حقيبة فيها مبلغ مالي مهم جدا ومجوهرات اللي كتعادل القيمة ديالها تقريبا 75 مليون. القاعة الحقيبة هادو بقى مخبية حتى اقتبنت مولاتها وجات لعندو ما بغات تعطيها لها، قال لها مشو لعند الشرطة اللي تكتب عليها وقلب والسيده قلبات الحقيبه ديالها، ما مشى ليها والو، ما داليها والو، رجع لها الحقيبه ديالو. هو فرحان دابا هو معانا، غادي نكتشفوا كيفاش هاد القصه هادي. السلام عليكم. السلام استاذ بهار. استاذ الصمد بخير الحمد لله. علاش استاذ الصمد اليوم هاد الصباح هذا لقيتي حقيبه فيها فلوس بزاف فيها مجوهرات بزاف ورجعتيهم مولاتهم؟ عاودنا هاد القصه. هاد القصه مهمه شادي هادي شادي من المرات اللي توقع ليا والحمد لله ماشي انا لقيتها، راه هي اللي لقاتني. انا جالس حادي السيارات ديالي، الزنقه خاويه مورا صلاه الجمعه، ما كاينش كاين واحد السيد ديز من ظهري من ليا ديز، قال لي واحد السكره نسات واحد نساو هنا كدي صافي خليه تماك، خلاه تماك. هزيت انا الساك ديتو حطيته حدايا، رجعت ضربت قلبت الساك لقيت فيه ما لقيت فيه خير الله الحمد لله، صافي حطيته وما قلت حتى شي واحد شي حاجه بالزنقه، لا قال حتى شي واحد ما ساق الخبار من غيري انا والله سبحانه وتعالى. اتصلوا الناس وجاو سولوا على الساق ديالك، قلت لهم الساق ديالكم في الحفظ والصون والامان ديالكم ها هو كاين. جات السيده قلبت الساق ديالها لقات جميع داكشي اللي فيه، فلوسها ولا ذهبها ولا ورقيها ولا سوارتها، اي حاجه حتى حاجه ما ناقصه فيه الحمد لله. وهادشي اللي كاين، ما شنو غادي نديروا شي حاجه. قلت لها راه كان شي حاجه نمشيو للبوليس. لا فاش جات لعندي قالت لي الساق ديالي، قلت لها شوفي الساق ديالك ها هو محطوط قلبي هاد الساك هاد الدائره حدانا اللي بغيتي الساك ولا الدائره، قلت لها قلبي حوايجك وانا معاك انايا فهمتيني، فيما انا ما يرضي لك الساك وان انايا بريء منك. انت فاش لقيتي الساك وحليتيه وبان لك فيه مجوهرات فلوس باش حسيتي؟ شوف راه الساعه هذيك الساعه اول ساعه تيمكن اللي يدور لك في دماغك هو الشيطان، لان هذيك الساعه اول شيء من اللي غادي يجيك هو الشيطان. انت عاودتي لي بلي محكوم عليك بالافراغ. محكوم عليا بالافراغ وكل شيء. هذا الساك هذا هو اللي غيحل لك المشاكل ديالك. انا وكما قلت للاخوان كنا فكرنا بالطريقه السلبيه والطريقه الايجابيه. حنا بحال درنا معادله ديال الرياضيات. فهمتيني؟ واش تخرج ولا ما تخرج؟ اذا لا السيده عنده تنعرفها. كون ما كنتش نعرفها نقول لك اوكي. ولكن هذه السيده تنعرفها. واخا هي ما تتعاملش معايا. ولكن انا الله سبحانه وتعالى كافاتك يا اليوم. كافاتك واخا هذيك تكافئني بهذيك المكافاه، ماشي بهذيك المكافاه اللي كافعتها انايا فهمتيني، واخا تعطيني انا رجعت الروح ديالها حيت روحها مشات عند الله وانا رجعت الروح ديالها، مي رجعت الامانه ديالها. اذا رجعت لها الروح السيده صفراء ما في واحد الحاله يرثى لها، ماشي شي حاجه ما تصورهاش. السيده ماتت، يمكن لها تكون سكتت، يمكن لها توقع عليها سكته قلبيه او تشلل او شي حاجه فهمتيني، ولكن انا رجعت لها الروح ديالها. اش تعطيني؟ ما غاديش تعطيني، اش تعطيني؟ عطاتني كاع شحال عطاتني؟ دابا رجعتي لها الساك وما تنادمش معك الحال؟ لا ما تنادمش معايا الحال، من بعد مشيت نعس وفقت وكل شيء، لقيت الله سبحانه قال لي راني راضي عليك، صافي سير غادي تلقى الخير ان شاء الله في الطريق ديالك، لان داك الشيء بحال امتحان من عند الله سبحانه وتعالى. انت الحاله الاجتماعيه ديالي يوصل، واش انا تنقول لك انا غارديان ومحكوم عليا بالافراغ وعندي الرب ديال الاسره ديال 4 ديال الوليدات وعندي عندي مصاريف عندي قرايه عندي كل شيء وغادي وما قديش نطمع حيت الطمع طاعون. وما يمكنليش انا عندي ثلاثه البنات ديالي فهمتيني، يمكن قد توقع لي شي حاجه وانا عزيز عليا بناتي، خصني نبقى حدا بناتي، بالحلال نبقى حدا بناتي، بالحرام ما نديرهاش. وهذه الثانيه من مره هذه تتوقع ليا وديما تنصرف بها بالعقلانيه، خاص الانسان يكون ثابت. المغربي الحر هكا تيفكر، اللي ديالك ديالك وديال الناس ديال الناس فهمتيني، ما هذا هو المغربي الحر فهمتيني. كان معك انا في امان الحج؟ كان هذا السيد هذا كان واحد السيد هذا خويا كنت في هذا الواقع. ايه عاودنا شنو وقع؟ انت من امان الحج نوصلك. السلام عليكم خويا. البارح من مور صلاه الجمعه واحد السيده نسات الساك هنايا في الفلوس تقريبا اكثر من 50 مليون ومجوهرات باهظه. هاد السيد لقى الساك والسيد محتاج وحاكمين عليه بافراغ وعنده وليدات وما طمعش، خاف الله رد لها رزقها، واخا هي ما كتخلصوش على حسب التصريح اللي قال هي ما كتعطيها حتى 2 درهم ديال الباركينغ. طبعا لقى الساك. لقيت معاه وما غرك الشيطان ما قلتش ليه ان هاد الساك هذا لا لا دابا ملي رجع الساك ما تنجمش معاك الحال؟ لا بافو عندنا وليدات ياك والحمد لله كنبغيو ندخلوا على حاله طيبه، ما نخرجوا نشفروا
من بنزنتو ما والو، خدامين حلال طيبه الحمد لله. اللهم ريال حلالي ولم يا حرامي. تبارك الله عليك. الله يحفظك. تبارك الله عليك. كاتب لي سيدي رئيس الجمعيه. تم ابناء الحي؟ لا انا رئيس الجمعيه المغربيه الكرامه لممتهنين حراسه الارصفه العموميه. ايوه. يعني منين وقعت الواقعه اتصل بيا السيد قال لي بان راه واحد الساك لقيته هنايا، قلت لي غادي تخلي الساك حداك تما حتى تجي مولاتو. وفعلا داك الشيء اللي دار، ملي جات مولات الساك والمسائل عطى لها الساك ديالها، حسباته قدامه لقاته هو هذاك، ما كاينش فيه لا هذه ولا هذيك. قال لها هو واش نمشيو للدائره ولا كذا؟ قالت لي لا بلاتي تنحسب المسائل ديالي. لقات المسائل ديالها كلها هي هذيك، يعني كافأت بواحد الحوايج اللي هما لا داعي لذكر ديالهم. يعني وحنا كجمعيه وكالمكتب ديال الجمعيه المغربيه للكرامه للمتهنين حراسه الارصفه العموميه تنقوموا بالتحسيس والتقنين، هذا هو الدور ديالنا. تنقولوا لهم الحفاظ على ممتلكات الغير من الاولويات. ثانيا راك انت دابا راك تدير المراقبه ديالك. والغريب في الامر وهو حنا تنشاهدوا في هذا الشيء وتنشكروا السلطات المحليه والامن الوطني اللي تيحاربوا معنا اصحاب الجيليات اللي ما عندهمش الرخص القانونيه. يعني المجهودات ديالهم ما غاديش نستثنيوها، بان المجهودات ديالهم الله يجزيهم بخير. تنشكرهم من هذا المنبر.